أخوف ما أخاف على أمتي الشرك، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنماً ولا حجراً، هذا النوع من الشرك ولا إلى غير رجعة. أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنماً ولا حجراً، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. الشرك أخفى من دريب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على جور، أن تحب جائراً، أن تحب عدواً، أن تعظم كافراً. من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئاً. أو أن تغضب على عدل، إن انحرف سلوكك وجاء من ينصحك على انفراد وقال لك اتق الله يا رجل، إذا أخذتك العزة بالإسم فهذا نوع من الشرك. نحن في أمس الحاجة إلى التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، والتوحيد قمة العلم. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. لا تؤخذ بوسائل الإعلام، لا تؤخذ بالتهويل، لا تؤخذ بالتخويف، لا تؤخذ بالقوة التي لا تقهر. صنعت باخرة في مطلع هذا القرن، وكتب في نشرتها إن القدر لا يستطيع أن يغرقها. غرقت في أول رحلة لها، صنعت مركبة وسميت المتحدي، بعد 70 ثانية من إطلاقها أصبحت كتلة من اللهب. لا يمكن أن يدع الله متألهاً إلا يقصمه، لا يمكن، لا يمكن أن يدع الله متألهاً إلا يقصمه. العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما شيئاً أذقته عذابي ولا أبالي. أول حل أن نعمق التوحيد، أن نعمق التوحيد. لا تلقي بالاً إلى خبر ولا إلى تصريح ولا إلى تهديد إلا أن تكون موحداً لله. الذي خلقك منع أحداً عن أن ينهي حياتك، منع أحداً عن يأخذ رزقك. كلمة الحق لا تقطع رزقاً ولا تقرب أجلاً. أيها الإخوة الكرام، ثانياً لا بد من التوبة. التوبة والاستغفار والتسبيح. سيدنا علي وابن عباس رضي الله عنهما لهما قول: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. إذا عددت هذا الذي حصل بلاء للمسلمين، ما نزل إلا بذنب ولن يرفع إلا بالتوبة. أول شيء وحد، ثاني شيء تب من كل ذنب، استغفر وتب، راجع حساباتك، اعمل جرداً لما أنت عليه، لبيتك، لخروج زوجتك، لخروج بناتك، لكسب مالك، لإنفاق مالك. ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة.